السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وعافية. في قلب بورصة في مجمع بنايات التوكي، شقة للبيع. المجمع مكون من 23 بناية، ولكن مقسم على عدة إدارة مجمعات. المجمع اللي احنا بنتكلم فيه هذا هو مكون من 5 بنايات. في إحدى البنايات في الطابق السابع في شقة مكونة من غرفتين وصالون ومطبخ مفتوح وحمامين وبلكونة. خلينا نستعرض أول المجمع، هذا الجامع اللي في قلب البنايات، في وسط البنايات، وملاعب الأطفال. في 3 طوابق مواقف سيارات تحت كل بناية من البنايات، فمواقف السيارات محلولة. هذه إطلالة الشقة، احنا في الطابق السابع زي ما ذكرت، هذه إطلالة الشقة. إطلالة البلكونة، هذه الحديقة، حديقة الألعاب الأطفال والمساحات الخاصة للجلوس بين البنايات الخاصة بهذه ال5 بنايات تحديدا اللي فيها البناية اللي احنا بنتكلم عن الشقة اللي في الطابق السابع فيها. طبعا المنطقة في قلب بورصة بجوار محطة مترو شهر كوستو، جميع الخدمات قريبة جدا مشيا على الأقدام. هذا الطابق، احنا الآن في الطابق السابع، هذه صالة توزيع الشقق. الطابق فيه 6 شقق، هذه الشقة اللي احنا بنتكلم عنها في الطابق السابع. خلينا ندخل الشقة ونتعرف على مكوناتها. الآن هذه صالة المدخل، تقريبا مساحتها 2 متر في 1.5 متر. أنا دائما أبدأ الوصف أخلي باب الشقة خلفي. الآن باب الشقة أصبح خلفي، على اليسار مباشرة يجينا الصالون. صالون كبير ما شاء الله تبارك الله، مساحته 5 في 7.5 متر، مع مطبخ مفتوح زي ما هو ظاهر، وفي إمكانية لفصل المطبخ ببارتيشن حتى يصير في خصوصية للصالون وخصوصية لمستخدمي المطبخ. المساحة واسعة وشرحة ما شاء الله. في بلكونة ممكن الوصول لها من خلال الصالون، وممكن الوصول لها من جهة غرف النوم. البلكونة تقريبا مساحتها 1.20 متر في 6.5 متر تقريبا. إطلالتها على المجمع، على الشارع الرئيسي في المجمع، هناك الجامع زي ما ذكرنا، وهنا إطلالة جزئية على جبل أولوداغ، ولكن مع الضباب اللي موجود اليوم تعذر رؤية الجبل. زي ما ذكرنا في 3 طوابق مواقف سيارات تحت كل بناية. الآن نتعرف على باقي مكونات الشقة من الداخل. مقابل الصالون في حمام خاص للضيوف، حمام صغير، هذا ممكن تحويله بسهولة إلى حمام مرحاض فرنجي. هذا الممر المؤدي إلى غرف النوم، الحمام الكبير، هذا الحمام الكبير. عادة بتكون غسالة الملابس موجودة في هذه الزاوية. التدفئة مركزية في هذا المجمع، هذا السيب المؤدي إلى غرفتين النوم. هذه الغرفة الأولى مساحتها 4 متر في 3 متر، أنا قستها قبل التصوير، مساحتها 4 متر في 3 متر، ونفس المساحة للغرفة الثانية أيضا. هذا باب البلكونة اللي من جهة غرف النوم، يؤدي إلى نفس البلكونة اللي شفناها أول. هذه الغرفة الثانية أيضا مساحتها 4 متر في 3 متر، نفس إطلالة البلكونة على الشارع الرئيسي في المجمع. مساحة الشقة تقريبا 90 متر مربع.
زي ما ذكرنا هذا الباب المؤدي إلى البلكونة، الباب الثاني. أي استفسارات نأمل التواصل سواء عبر واتس الرقم المكتوب في الوصف أو في التعليقات أسفل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.